صباح الخير للجميع، أهلا وسهلا فيكم بحلقتنا اليوم من فواياج فواياج لمحبي الرياضة المغامرة والطبيعة. حلقتنا اليوم لكم، مسافرين سوا على أرمينيا تنتسلى جبالها الشاهقة ونخوض تجارب رائعة بطبيعتها الخلابة. ضيف اليوم أفيديس كالباكيان، كيفك؟ شو أخبارك؟ أكيد أنا عم بوقفك عن شي مغامرة تسلق جبال، لأنه وين ما كنت بتحب تتسلق، ما هيك؟ صحيح، دايما بس تقولي لي حيا لبلد بقلك أعلى نقطة. أعلى نقطة، شو وين أحلى شيء بلبنان؟ لبنان يعني لبنان كله حلو لأنه متنوع، بس الشمال عنا عكار والدنية والأحلى أحلى مناطق لإلك، كثافة الشجر وتنوعهم مطرح واحد. وهلأ عندك تجربة كتير حلوة عم بتخوضها مع أرمينيا إير كومباني، عم بتبلش تاخد زوار عبالهم يكتشفوا أرمينيا ويخوضوا تجربة حلوة ومغامرة بطبيعة أرمينيا الرائعة. خبرنا شو أكتر عن هيدا الشيء. صح، هي عم تكون بطريقة شوي غير لأنه عم تكون أدفنتشرس، يعني عم نشوف أرمينيا بحضارتها التاريخ تبعها وشعبها، بس عن طريق المشي بالطبيعة. أي متى أول رحلة لك؟ 29 سبتمبر. هلا في 10 أيام لحد بشهر أيلول، ب29 أيلول ل9 أكتوبر. لا 9 تكون أقل، فيها تكون 7 أيام بس، يعني اللي ما عندهم وقت. لكن هالمجموعة بتروح معك، بتكون مجهزة حالة، رح نحكي هلأ أكثر عن واحد شو لازم ياخد معه لهيك تجربة ولهيك سفرة. خلينا نذكر مشاهدينا لكن أنه سفرتنا اليوم بالاشتراك مع أرمينيا إير كومباني، الخطوط الجوية الأرمنية اللي عم بتقرب المسافات بين لبنان وأرمينيا، عروضات رائعة ويعني سفرات أروع. أكيد كل التفاصيل على 012574444 أو الموقع الإلكتروني أو صفحة فيسبوك لأرمينيا إير كومباني للأشخاص اللي عبالهم يكتشفوا هالبلد الرائع عن كثب. أفيديس، رح نبلش مع أول صور لإلك، لأنه خبرتنا أنه في كتير قصص واحد في يعملها هونيك، في كتير جبال لواحد يتسلقها، معروفة أرمينيا لسلسلة الجبال يلي موجودة فيها. شو أحلى جبل أنت تسلقته بأرمينيا؟ هلا هو اعلى جبل، احلى شيء هو أرجاتس، رح نشوفه بالاخر. بالاخر نحن رح نبلش هيك. اوكي، بس بالاول كمان في سلسله بنشوفها من كل ميلات تقريبا، هي جيراما رينج. هيدي بنبلش فيها تاني نهار وتالت نهار، نعمل كروسنج لها، بنمشي 20 كيلومتر على نهارين، بس نطلع بنخيم حد ليك اكنا، بحيره هون، بلد البحيرات، جبال البحيرات والفولكينوز القديمين بينه، يعني انه من ماشي دغري بيطلع جبل بيرتفع 700 ل 1000 متر. وهلا شو عم نشوف بهالمنطقه هون؟ هلا شفنا بس هودي بيتروغليفز كارفينجز على الصخور، عمرهم 7000 من 8000 سنه. واو، شو حلو، يعني بتصور فيهم حدهم الحلو، بتصور أفيديس بهالمشاوير هون اعلى نقطه، بهالنقطه 3675 ماونت اجدهاك. اوكي، بهالسلسله، بهالسلسله هي اعلى نقطه بهالسلسله، اعلى جبل. وبتصور عم بقول احلى شيء بهالتريكينج هونيك والهايكينج بارمينيا، انه واحد بذات الوقت بيكون عم بيعمل رياضه وعم بيكتشف تاريخ كثير قديم، عم بيكتشف في معالم في تاريخية. كتير مونستريز مخبيين بالطبيعه قديمين، قد ما البلد كان فيه كثافه من هالستراكشرز، بس الخضار شيء مش طبيعي، يعني عن جد مش شايف انا كثافه زهور ذات المطرح قد ما ارمينيا. كنا عم نشوف لكن انه فيكم تخيموا هونيك، يعني الاشخاص اللي عبالهم يروحوا معك أفيديس بهالرحله، شو لازم ياخذوا معهم؟ شو ما لازم ينسوا يحطوا بشنطتهم؟ هلا هن ارمينيا مثلا اول شيء 4 مرات اكبر من لبنان، والعدد السكان تقريبا ذات الشيء، فتخيلوا قد ايه المساعات شاسعه على المشي وهيك. لازم ياخذوا معهم لانه 1000 متر العاصمه، على 1000 متر يعني كل شيء اعلى من لبنان ب 1000 متر وين ما كان، يعني التقليعه من 1000 متر وطلوع، من 1000 متر واعلى شيء 4094، فبيكون شوي اخذين قصص بالدفه غير عن اللي بنلبسهم هون، يعني واللايرنج سيستم دائما بنحكي فيه نحن، هو تكنيكال كلوزز، إذا شوابنا نشلح وإذا سقعنا نلبس، يعني طبقات، يعني واحد ياخد معه بعدين وحده أسمك، بعدين وحده أسمك أكثر، وحده ضد المي. لكن هودي القصص الضرورية. صح. وأكيد يعني واحد إذا راح بأيلول بيكون الطقس بعده محمول، مش مثل الشتاء 100%. من بعد 15 أكتوبر ببلش يعمل شيفتنج، يتسقع، وفي على أعلى نقطة معقول تبلش تتلوش، بس مش قبل من هيك.
اوكي لكن بعد اول محطه لنا بقى نروح نكتشف منطقه جارني اللي اكيد كلنا بنعرفها منطقه فيها اشياء يعني معالم اثريه كثير حلوه وتاريخيه واحد يعني بيكون عم بيمشي وعم بيكتشف هالاشياء وانت بتفسر لهم للمسافرين والزوار اللي معك كل هالتفاصيل صح نحن هلا جارني مثلا هو التامبل الرومان الوحيد اللي بعده لأن وقت ال ب301 وقت الشعب صار مسيحي أمر الملكي قصروا كل ال في شي تامبلز وثنية وهيك هذا التامبل زمط وكثير حلو هو إذا فينا شبههم مثل تامبل باكيوستي اللي عنا إيه بعلبك بس على أصغر بعد على أصغر أصغر بكثير إيه ومعروف في جارني مثلا بالجوز بيعملوه مربى يعني في طريقه بيقعد شهرين تتنعمل بس هيدي معروفه بهالنقطه فكم نحكي عنها دائما الاختلاط مع الشعب وموجود بارمينيا دوك عم نشوف هلا هالمعبد الروماني اللي قلت لي بسموه هنيك معبد وثني لانه هيدا الوحيد اللي باقي قبل المسيحيه بارمينيا منطقه حلوه كثير يعني عم نشوف انه هون الشمس قويه يعني واحد بده كمان يكون هودي الصور هلا هيدا بتامبل حد جارني هذا مونستير جيغارد كمان كثير حلو كثير كبير كان بحقبه من ارمينيا مهم كل خوارني كانوا بهيدا المنطقة. كنت عم بقول إنه كمان أكيد واحد بياخد معه طبقات لايرز وياخد معه شيء للشمس واحد ما بيعرف هالقد بيكون عالي دائما لازم ياخد سان سكرين. أصلا وين ما كان يعني سان سكرين العوينات والهات لازم تكون موجودة. موجودة أصلا أنت أكيد عدتك دائما حاضرة. صح. ريدي تو ووك ريدي تو تراك. لابس هيك. بنكفي على منطقة ثانية اسمها خورفيراب. وين بتصير هالمنطقة؟ نحن هون صرنا رابع نهار بدنا ننطلق بدنا نروح صوب الجنوب. فعلى طريقنا خورفيراب هو كمان مونستير على كعب جبل أرارات دائما لينك أرارات لأرمينيا بس هو حاليا بتركيا صح بس وين ما تبرمي جبل أرارات موجود من كل المطارح بيقولوا انه الارمن بيوعوا بيشوفوا جبل أرارات وبيناموا بيحلموا بجبل أرارات هلا هو في تحت في البلين اوف في شغله ثقيله البلين اوف أرارات كثير كبيره بتعمل مثل ضباب يعني الكلير ما بنشوفه لجبل كلير غير ايام قليله بالسنه بس بيعين كثير حلو وعلى كعب خورفيراب دغري عندك 4000 لانه هو 5137 فعندنا 4000 متر دغري هيك بوجنا فيس فكثير امبرسيف من هونيك هون هيدا نورا فانك هيدا كمان بس نكفي هيدا خورفيراب نورا فانك ستراكشر الاركيتكتشر اللي فيه فريد من نوعه هون بنشوف جبل أرارات على السانسيت هيدي الصوره انت التقطتها ايه هودي الصور كلهم اخذين من البرمي أفيديس سؤال كل هالجورة واحد أحسن يروح عليها مشي أو في يروح عليها بالسيارة الأشخاص اللي ما بيعملوا تراكينج ثلاث أرباعهم المعروفين بتوصلينهم بالسيارة أوكي. بس في كتير ديورة مخباية ومنسية بالزمن ما بنوصل لها غير بالمشي ويمكن يبينوا بالصور لكن هيدا حسنات المشي صحيح يعني واحد بيوصل أكيد أبعد من السيارة وأبعد من حتى الجيب هون فينا نحكي كمان الأكل بأرمينيا كتير طيب فمنيح نكون عم نمشي تنحرق شوية حرارات سعرية نعوضهم عشية كنت عم تخبرنا عن مربى الجوز كمان شغلة بتكون طيبة بس كله يعني واحد بده يتحرك تما ينسى ومنكفي جولتنا على تاتيف أكيد منطقة كتير معروفة وكل هالمناطق واحد بأحسن ينام فيها وقتها يروح هلا صارت أرمينيا مجهزة وين ما كان عم بيكون في جاست هاوسز مثلا بتاتيف في أكثر من 36 جاست هاوس لأنه هو معروف عندك التلفريك الأطول بالعالم توصلي له لتاتيف فيه نعم. بس نحن بنمشي من تاني ميل نوصل على ضيعة تاتيف بعدين بنزور المونستير ومنفل بالتلفريك لأنه it's impressive to take it حلو كتير يمين وشمال حلوين شو حلو هالمحل مثل هون نحن نشوفها هي بالطبيعة هيدي كنيسة مهجورة كأنه very nice شو حلو هالخضار قد ايه واحد بتنشى أكسجين وهواء نقي كله بيور جيرانيوم برية شو حلو وغابات عمد النظر هون شو عم نشوف هون على طول بأرمينيا ومنطقة روسية بتشوفي بقر ماشيين يمين شمال بتطلع بالصور معنا هيدا تاتيف فيري نايس هيدي الصورة كثير حبيتها هون بنشوف كثافة الزهور كوكليكو مارغريت كل هالزهور الحلوه اللي بتعطي هالالوان البراقه لهالمنطقه بيقولوا انه الحلو بارمينيا انه طبيعتها كثير متنوعه مزبوط المتنوعه بتلاحظيها بالالوان يعني ان كان بالربيع
الالوان الخضار وهيك، بس هلا بسبتمبر رح نشوف الالوان الاصفر الخريفيه الاحمر يعني الانديان. يعني واحد في يروح لهونيك بكل فصول السنه، كل فصول السنه، وحتى وايت ارمينيا. حلو، بكره بنبقى بنعمل حلقه مع حضرتك عن زيت الشيف، نشوفها ارمينيا تحت التلج، كمان مغامره بحد ذاتها. ومنكفي على هرمون، هالمنطقه كمان حلوه، منطقه كمان كمان موجود فيها موناستريز وهيك، بس في كمان هون كاسل سمبات، سمبات تافيرت يعني قلعة سمبات. وكمان في بهالمنطقة شافر، المعزة البري بيزوار اسمهم، ما بنشوفهم غير بهالمنطقة. صعب نلاقيهم، بس بيبينوا من وقت لوقت. واحد لازم ياخذ معه انسكت ريبالنت، كريم ضد الحشرات وهيك، او لا ما في برغاش، ما في كذا؟ لا ما كان، ما في كثير. شو حلوة الفراشة، الالوان الرائعة، صورك عن جد كثير حلوة. بدي تحمسنا، انا عم فكر روح معك بايلول عم تراكي او كلهم على انستغرام او كلهم على انستغرام هيك. اكيد كل تفاصيل الرحله واحد في يلاقيها على الصفحه تبعك وعلى صفحه ارمينيا الكومباني. على صفحه ارمينيا هي الاهين واحد يلاقيهم. اوكي، هذا اللي كنت عم تحكي عنه بتصور، هذا غور كثير حلو. يعني عن جد كم مره انت رحت على ارمينيا؟ اول مره رحت بال 2013، كان في كان في الأولمبيك جيمز، الوينتر أولمبيك جيمز تبع كل الأرمان جايين أرمينيا نعمل سبور فيهم، وما كنت رايح قبل. ما كنت رايح شوي، كانت سريعة هالستاي، بس بعدين بعد شهر رجعت رحت وعلقت فيها. حضرتك أرمني ما هيك؟ ماكو بيك من صحيح. أوكي، صحيح. وعايش بلبنان؟ عايش بلبنان، خليني بلبنان، خليني يمكن كمان جبال حلوة هون 100% هون. أنا بدي أقول أنا بتسلق جبال وستعمل كتير جبال بالعالم، يعني فوق 40، بس من جبالنا نحن هون بلبنان انطلقنا لبرا، وعنا بلبنان كمان كله موجود لحتى بيقدر يتسلل يتمرن الواحد لأعلى جبال العالم. أعلى جبال العالم أكيد بأرمينيا جبال بعد أعلى، أعلى من هيك، يعني بيكون عم بيتمرن وعم بيكتشف إشي حلو بلبنان تيحضر حاله للسفرة. مية بالمية بيقدر يكون حاضر ماكسيم. هون منطقة بحيرة سيفان المشهورة، حد سيفان نورادوز، هذا هاي ريفانك، هيدي سيفان على المغيب، وهيدي من عبوكرة كتير حلو. هيدي الصورة كتير حلوة كمان، غير مطرح عن هديك. طب بهيك رحلة واحد قد ايه بده يكون محضر حاله جسديا؟ يعني بده يكون هو بيتحرك، يعني معنا نحن عم نمشي بين ال 8 كيلومتر وال 12 لل 14 كيلومتر، مش كل يوم، هلا هي هن 9 ايام بس في 3 منهم ترانسفير. اوكي، وحده منهم اكيد باليريفان بده نشوف العاصمة، نشوف العاصمة. بده يكون يعني فيت، اكتف شوي، فيت بس ما ضروري يكون بروفيشنال، في كثير بيسالوني مش ضروري يكون بروفيشنال. هلا دائما انا طبعي بشد العالم للماكسيموم تبعهم، مثلا بس نعمل هذا الجيغامات 3650، اخر نهار في اوبشن يعملوا اعلى جبل بارمينيا هون عم نوصل له أراغاتس، هو هذا الليك كثير حلوة البحيرة. حلوين الصور، أنا حتى بتصور يعني بالصيف بيكون بعد في ثلج على هالكم، لأنه 4000 متر عم تشوفوا هون صار، مع أنه هيدي بآخر تموز. أوكي، شوفوا التياب تبعنا، لأنه عم نحكي 4000 متر مثل التياب نلبسهم هون على السكي، وبضل في تل... صح، بضل في ثلج. ف هيدي الصورة كثير حلوة، بركي بنتوقف عليها، العالم اللبناني وعالم الأرمني بأعلى نقطة من أراغاتس، شغلة كثير حلوة. 4000 هون أراغاتس نقول انه هو عنده 4 سمي، نور، است، ويست، وساوث. هذا هي النقطه الويست أراغاتس يلي هي 4010 امتار. 4010 امتار، هو حلو لانه بالماونتينينج، بس بلشت تفوتي بال 4000 اتس في الادرينالين، ايه، امبرسيف ماونتين، يعني عملت جبل حلو. واو، حبيت كثير. لكن عملنا هالجوله معك بشكل سريع، واكيد للاشخاص اللي عابروا يسافروا مع افيديس بالاشتراك مع ارمينيا اير كومباني، فيكم تفوتوا على صفحه فيسبوك لارمينيا اير كومباني او تتصلوا على 012-574-444 وتحصلوا على كل المعلومات. وللاشخاص اللي عابروا يشاركوا بفواياج فواياج، فيكم اكيد تفوتوا على صفحه فيسبوك لفواياج فواياج او تبعتوا على انستغرام او على الايميل اللي موجود قدامكم على الشاشه، وتشاركوا معنا باحلى سفرات انتم فياتا نحكي عنها قدام المشاهدين. ميرسي كثير افيديس على كل هالمعلومات. لكن الموعد معك هو بايلول هلا هو اخر ايلول، 29 اخر نهار، يعني لا يعني فينا نقول اول اكتوبر. اوكي، لكن بس اكيد الاشخاص لازم تسجل قبل تتعرف العدد.
جود لك، والتقط لنا صور كثير حلوه، بنرجع بنطلع بغير أكيد. حلقات تخبرنا عنها. ميرسي على كل المعلومات اللي متفيها، يلا دائما اعلى واعلى. هلا وين على بالك انت تروح؟ وين النكست؟ هلا انا هيك على السريع بفريق اسمه تيم لبنان، عم نعمل الامم السبعه تبع العالم. واو، صرنا عاملين خمسه منهم. بعد عنا ايفرست وفينسن، ماونت فينسن بالانتاركتيكا، فبديسمبر هوبفلي عنا ماونت فينسن. رايح لهونيك، جود لك. لكن يلا قد ايه بدك تصور؟ صور شو ما كان، شو ما شفت، لانه اكيد بدنا نطلعك معنا تشترك بحلقه جديده من فواياج فواياج. ومن القصص الحلوه الواحد في يجيب معه من ارمينيا اكيد البوتري، معروفه ارمينيا الحرفيات تبعها، هودي كلهم هاند ميد. هاند ميد هودي من ديلي جان، قطعوا بالصور كمان هيدي الضيعه قديمه، عملت رينوفيشن حلوه كثير، سويسرة ارمينيا. وهيدا الكرف، وكمان هيدا الصحن المنحوت كثير حلو يلي بتصور بيلخص كل ارمينيا مع الرمان والعنب. الرمان اللي هو البروسبريتي وجود لك، جبل أرارات، العنب، هو الأرمينيا اللي وفيها أعطى غريب عمره 6000 سنة بمغارة حد نورافانك اللي شفناها، ومش هناك دغري معروفة أرمينيا بالمبيت تبعها. ميرسي كتير أفيديس على هالمشوار حلو كتير. لكن مشاهدينا بشوفكم الأسبوع الجاي من الله راد. لكن أنا وميرسي لحسن انتباهكم. You hear me? Mr. Super Socko, suits and coupes in Morocco. While we keep a gangster, I move like a vato. I am the king, you're the queen of my castle. Give you everything if I got to. Yeah, I know you love me like French toast. Pacific Coast moving in the drop coast. You put your makeup on, I gotta drive slow. I know this life I'm living left you heartbroken. Also, mind over matter, I paid them no mind and you all that matter. I messed up, I had you, let's meet on a Saturday. Forget what they had to say, I gave you my heart like an organ donor. And all you left me with is your Chanel aroma. It's hell without you, I wish I cloned you. I'm contemplating whether if I should phone you. Yeah. Then I was born, now we tour in Barcelona. Fly to Vegas, got a meeting with the owner. We could get the penthouse if you want to. I know the bullshit we've been through make us stronger. If I get down on one knee, would you come back to me? Baby, would you come back to me?